السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انت بتتفرج علينا فيه. في يوم جديد عن تفتيح الزغاليل، الدفعة الجديدة على الدفعة القديمة مع بعضنا كده. اول يوم لتفتيحهم بقى، المرة اللي فاتت اللي احنا عرضناه اللي هو الزغاليل حطيناهم في الارضية اللي هم كانوا بياكلوا مع بعضهم. طيب هنفتح دلوقتي اللي هم المستبطين في الاول ونشوف متعة الزغاليل. والله يا جدعان دي زغاليل ولا فزعت فيهم ولا اي حاجة، هي الزغاليل بتقلد بعضها اهو. طول ما انت مطمن الزغلول في المكان بتاعه هتاخد منه احسن شوف اهو. اهو سيبهم خالص براحتهم، اللي بيقدر يطلع يشيل نفسه على الظهر بيطلع، اللي هيقدر يقوم بيقوم لوحده، بينزل يحط مكانه تاني. ده الزغاليل كلها بسم الله ما شاء الله. متعة الزغلول ده تحب تتفرج عليه بقى، بالذات انت بقى لو عامل لك كوباية شاي كده وقاعد مستقنيس هتلاقي الحمام كله يقوم يتدور ينزل يحط، كل الزغاليل بتقلب بعضها متعتهم. احلى سن انت فاهم اللي انت تحب تتفرج عليه، السن بتاع تربية الزغلول. برضه نسيبهم مثلا قيمة 5 دقايق ولا حاجة كده. عز الشمس الجو بيطري في نسمة هواء، الزغلول يقدر يقوم ياخد دورة ويجي يحط مكانه تاني اهو. برضه بسيبهم مثلا 5 دقايق ولا حاجة كده بحيث اللي هو الزغاليل اللي هي مقامتش اهي تقوم تاخد دورتين ولا حاجة وتيجي تحط، يهدوا شوية. بعد كده هفتح للتانيين دولت، يعتبر أول يوم ليهم يطلعوا بالضبط. اللي ما قامش قام، اللي هو اللي حط، اللي نزل على بيت طلع على طول، لان برضه ولا فزعتهم ولا اي حاجه. الزغلول ادام وقع على بيت هيطلع لوحده، لكن لو انا فزعته هيركب بالبيت ده مش هيقوم من عليه، لكن هو اللي واقع بمزاجه هيطلع على طول، مش هيكمل مثلا دقيقه دقيقتين هياخد نفسه وبعدين هيقدر اللي هو يشيل نفسه على الظهر هيطلع على طول. لكن لو انا اللي فزعه هيقعد يرنخ على البيت، خلاص انت بتزهقني بتقول لي مكانك مش هنا، روح بقى شوف لك اي متوى تاني. مع بعضنا كده المصطبه الاولانيه هذه ايه؟ اول مره يا جدعان افتح المصطبه دي، قسما بالله هفتح لهم وهي شبكه المرايه مفتوحه عشان حلفان. ممكن المصطبه دي عشان دول اللي كان سنهم صغير وهو الحمام بيحبس اهو، كنت بفتحها لهم اللي هم ينزلوا عليه. بص الزغاليل بقى انا اهو بص بص الزغاليل بص اهي، الزغلول طلع ملقاش حاجة حاجزاه راح نزل على طول. بس أول يوم ليهم أهو، بص نازلين فين؟ نازلين على أرضية الغية. طب هما نازلين ليه على أرضية الغية؟ لأن أنت بتفتح لهم ميعاد أكلهم، بس ده مش ميعاد أكلهم، لسه ميعاد أكلهم مجاش أهو. عشان ايه بنضف لهم الارضيه عشان ما فيش ولا زبلايه ولا فيها حبايه ذره ولا اي حاجه. طب منين التحديق هناك اهم، يبداوا بقى اللي هو يطلع ينزل
اللي هيطلع فوق هيلاقي اخواته واقفين على الضهر، هينزل تحت في حمام في العقدية بيشرب عنده اهو الدفعة الأولانية، هينزلوا يبدأوا بقى يطلعوا وينزلوا كده على حس بعض اهو، ده دخول الحمام على بعض ولا في أي مشكلة. بالظبط هتمشي ايه؟ همشي 3 4 ايام على النظام ده، اللي هو افتح المصطبتين الاولانيين يقوموا، وبعد كده افتح المصطبتين دول خلاص حفظوا الطلعه والنزله بتاعت اللي هو الضهر، هبدا اللي انا افتح المصاطب كلها مع بعض بحيث اللي هم يقلدوا بعض. انا ما برنخش حمام على حمام تاني، الحمام اهو زي ما انتوا شايفين اهو، لا زغاليل ولا فيها فرد حمام كبير ولا فيها فرد حمام بيجر. اكبر 5 حمامات فيهم ممكن يبقى عليهم 7، اكبر 5 دولت الخمسه اللي هم الاولانيين التلاته استرالات ومسود وحجز، والباقي كله يعتبر اعمارهم السنيه زي بعضهم، بس انا عشان كنت عطفت شويه وطلعتهم وما برضاش احط حمام على حمام عشان ما يديش لي تعب ومرض والقصه دي، لا هي غيه واحده سلكات واحدة فرخ واحد، بس كل واحد ياخد حقه كل واحد ياخد مجهوده، وبعد كده هيطلعوا وهندخل الحمام كله على بعض مفيش أي مشكلة. هو الطبيعي اللي أنت كل اللي أنت فرخه ده وحمام سايبه في قلب غيتك، هل طلعته في يوم وليلة؟ لا ما طلعتوش في يوم وليلة، شوية بشوية. بس في ناس بتعاني من مشاكل كتير، اللي هو يجي يطلع يعني مثلا 20 زغلول يطلع 30 زغلول، يجي يقول لك ايه اتفضل 3 4. طب ليه اتفضل 3 4؟ استيماته. انت عارف لو مثلا الحمام طلع منه نتش ماشي، كم واحده اتضربوا منهم ماشي، لكن ما تموتش حمامك بايديك، ما تحافظ انا ما فيش اي مشكله خلاص فطمت دولت وسبته دول غشلقوا ما فيش اي مشكله، لو رموا رشتين 3 مصلحه. ليه بقى؟ لان الزغلول طلع اهو شايل نفسه، لو طلع ورمى نفسه من عضه هينزل مكانه غصب عنه، لانه هو عارف مكانه اهو قادر يشيل نفسه. لكن لو هو مثلا زغلول لا ده هو طلعه قد كف الايد، طب ما انت تطلعه قد كف الايد، الجو والمناخ بتاعه مش متظبط، عندك حمام اكبر منه دخلت نفس على نفس فادت معاك لمشاكل، بقيت تنزل من القدام وبتنزل من الجداد ومش فاضل لك الا المسق والمكالف والتناجر اللي هم في قلب الغايه من فوق. ادي اهو الحمام والصوت التحدي يا جدعان، فايدته فايدة التحديق اهو للزغاليل. لا حاجة تبسط، بسم الله ما شاء الله حاجة تفرح، بخصوصا لو انت اللي فارخهم، لو انت اللي تعبان فيهم. قبل ما تطلع زغلول زي ده ويطلع وينزل على الضهر بياخد منك جهد، بياخد منك تعب، بياخد شقة، وما بالك بقى لو اللي هو قام تدور، ما بالك اللي هو خلاص اتصنعوا ببعضهم، كل دي متعتك كغاوي، تعبك بقى بتلاقيه في الاخر. اه انا تعبت وانت صغير، بس فرد الحمام هيكيفك في الاخر، بس تمشي معاه اصول، تمشي معاه خطوه بخطوه هتلاقي الحمام ده يكيفك. مفيش حمام بيخيش على الضهر، مفيش حمام ما بيجريش، مفيش حمام ما مش جامد، لا احنا اللي بنجمد، احنا اللي بنخيف، احنا اللي بنركب، كل ده بايد الغاوي، غاوي صح اتقل. الاول ممكن وانا صغير ما كنتش بسيب الزغاليل، كنت بالشعر الاصفر قسما بالله بخليهم يلموا في قلب بعضهم، وكان بيروح حمام كتير، بس هي الفكره عشان خاطر ما كانش يعني عندك طول بال، ما كانش عندك صبر. انت لا عايز تغوى كويس لازم يبقى عندك طول بال، عندك صبر، عندك روح كده الحاجه بتحبها تاخد وتدي معاها وتشوفها وتتابعها وتبشرها، كل ده ليك انت في الاول وفي الاخر. هو انت هتربيهم، هتربيهم لنفسك انت، عملت 15 ليك، عملت 50 ليك، عملت 100 برضه ليك انت مش لحد تاني، مش هيقول لك مثلا ده سايب 50 ده سايب 15، لا
بتربي طريقة الزغاليل يا عالم، اللي بيموت، اللي بيقع، اللي مثلا بيتنتر، اللي بيتضرب من النوم، اللي بيطلع نتش. هي مش فرحتك اللي انت هتطلع مجموعة الزغاليل كلها يبقى هي كل الزغاليل بتعدي؟ لا، انا بعمل اللي عليا، والتوفيق ده من عند ربنا. ده الفيديو اهو، كان فيديو جميل والله، اللي هو دخول الزغاليل الجديدة على القديمة، وربنا يكرم. والحمد لله في كل فيديو الواحد بيقدر يوصل معلومة ويوصل رسالة، وربنا يكرم الناس كلها ويرزق الناس كلها، وان شاء الله اللي منشش ينش، واللي ما فرغش يفرخ ويشوف متعة الحمام ويشوف لذة الحمام. عايز غاوي تبقى كويس، اقعد مع الحمام، حب الحمام، ما تاخدهوش ولا تجارة ولا مصالح، خدها اللي انت حابب الشيء ده. كل واحد وهوايته، كل واحد وهوايته. حب الحاجة عشان حاجة تحبها. كان معكم كنت آدم أبو عمر، والسلام عليكم ورحمة الله.